جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، في رمضان هذا العام أفطرت 6 أيام، وبعد انتهاء الشهر قضيتها والحمد لله، ولكنني كنت قد نظرت أن أصوم 6 أيام من شوال، وقلت في نفسي والله علي أن أصوم 6 أيام من شوال ما حييت، ولكن فضيلة الشيخ مرضت ولم أقدر على الوفاء بنذري، خاصة أن جسمي ضعيف، فقررت أن أصوم 3 أيام كفارة اليمين، فهل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا. على ظاهر قولها أنها قالت في نفسها ولم تتلفظ ليس عليها نذر، ما شاء الله. فمجرد النية أو حديث النفس لا يلزم الإنسان بشيء، إنما الذي يلزمه بالنذر إذا تلفظ به وقال لله علي أن أصوم.